رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28 سلطان الجابر يؤكد أن المؤتمر مختلف وأنه صنع جزءا من التاريخ، داعيا إلى إحداث نقلة نوعية يمكن أن تحدد شكل الاقتصادات العالمية والمستقبل. ويجمع الخبراء والمراقبون على أن نسخة مؤتمر الأطراف الحالية نجحت بتحقيق الكثير مقارنة بالنسخ السابقة، خصوصا مع النجاح بتذليل العقبات للوصول لاتفاقية تاريخية على رأسها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إضافة للتعهدات المالية الكبيرة التي حققها لغرض مواجهة التداعيات المناخية، فيما ينتظر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الإنجازات والمباحثات في الأسبوع الختامي للمؤتمر. دور الفريق الوزاري المعين هو تحديد التحديات السياسية وإجراء المفاوضات، كما العمل مع مختلف الأطراف لبناء جسور بينها والعثور على الحلول المطلوبة والمرجوة، وهذا هو أحد الأسباب التي ساهمت في تحقيق نجاحاتنا، ومن ضمنها الاتفاق التاريخي على صندوق الخسائر والأضرار. خلال 48 ساعة المقبلة سيلعب هذا الفريق دورا محوريا في المساعدة والمساهمة في إيصال هذا المؤتمر إلى الاتفاق على أهداف أجندتنا وبنودها. ونناقش الموضوع من دبي مقر انعقاد كوب 28 مع الباحثة في الاقتصاد المناخي راشيل بار، ومن دبي خبير البيئة والتغير المناخي المهندس عماد سعد. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. راشيل، ما الذي يجعل كوب 28 هذه المرة في الإمارات مختلفا؟ أعتقد أن هذا المؤتمر يمتاز بالمشاركة الأعمال والشركات التي تقدم حلولا تقنيا، وهو أول مؤتمر أطراف في الشرق الأوسط لم ينعقد مثل هذه المؤتمرات. آخرهم كان في شرم الشيخ، ولكن هذا هو أكبر مؤتمر للكوب في الشرق الأوسط. وهناك أيضا حيث شركات النفط والغاز وأثرها على المناخ. نعم، طيب سيد عماد سعد، على مدار الأيام السابقة طبعا بالإضافة إلى صندوق الخسائر والأضرار المتعلقة بتداعيات التغير المناخي، برأيك ما أهم ما جرى التوصل إليه في هذا المؤتمر في هذه النسخة 28؟ شكرا سيدي على هذا السؤال. في الحقيقة هناك إنجازات كثيرة أكثر من نستطيع أن نغطيها في هذه العجالة، لكن موضوع صندوق الخسائر والأضرار هذا إنجاز كبير بكل تفاصيله، ووصل المبلغ اللي تم جمعه لحد الآن ما ينوف عن 800 مليون دولار، في حين أنه صندوق العمل المناخي 30 مليار، مجموع ما تم رصده من كذا صندوق، من كذا تبرع، من كذا دعم من عدة دول وصل إلى 83 مليار دولار فاصل كذا كذا، لكن هذه الأرقام غير مسبوقة فيما مضى. اتفاقية باريس في 2015 نصت على أن يتم جمع 100 مليار دولار في السنة، من يوم تل اليوم لم يجمع دولار واحد لهذا المهمة. نعم. لموضوع الصندوق الخسائر، فهذا إنجاز كبير يعتبر، بل أنه هذا المؤتمر حول التحديات إلى فرص لتحقيق قيمة مضافة للدول نفسها بدون شك، فبالتالي من خلال طبعا الاستثمار في الطاقة المتجددة. فدائما الحلول البيئية إن لم يرافقها يعني أبعاد اقتصادية لصالح الدول نفسها ولصالح الشركات لن ترى النور نهائيا. فهذا يعني من مسيرة الكوب خلال 44 سنة تؤكد على ذلك. فباستمرار عنا الحلول البيئية المدعومة ببعد اقتصادي هي التي ترى النور، وهذا المؤتمر يعني تجلى بهذه المزايا بسرعة الإنجاز، يعني من سمات المؤتمر سرعة الإنجاز واحتواء الجميع، يعني بدءا من الأطفال والشباب
إلى كافة أطراف ذات العلاقة أو ذات المصلحة، ومع وجود إرادة ومرونة في التعامل مع كافة الأطراف. فهذه يعني أدت إلى إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الكوب. نعم. طيب راشيل، كما ذكر ضيفنا كذلك المهندس عماد، مسألة التمويل هي نقطة مهمة جدا في مسألة معالجة تداعيات التغير المناخي، وجرى التقدم فيها بشكل كبير جدا في الأسبوع الأول من كوب 28. ما المنتظر في المتبقي في الأسبوع الثاني من هذا المؤتمر المهم في دبي؟ حسنا، أتفق أن البعد الاقتصادي مهم جدا ولم يكن يحظى بالأهمية قبل ذلك، بالأهمية الكافية قبل ذلك، إضافة إلى العدالة المناخية. العدالة المناخية أيضا مهمة جدا، وقد تمكنا من طرحها على طاولة المناقشات. كان هناك حديثا ومناقشات على الانتقال العادل، وهو مفهوم يستدعي انتباهنا، وكيف ننتقل إلى مستقبلا أكثر استدامة دون الإضرار بالدول، ليس فقط بين الدول لكن داخل كل دولة، وبالتالي يتمتعون بالمرونة والصلابة الاقتصادية. وهذه المناقشات أيضا كانت تركز على الانتقال العادل، وفي المؤتمر وأثناء مناقشتنا وأثناء حديثنا الآن، فإن المفاوضون والمحادثون يتناقشون حول هذه الموضوعات الآن. الجانب الآخر وهو أيضا يتعرض بالاقتصاد والقدرة على الحد من الانبعاثات، هذا أمر كان مهم جدا وقد تمت مناقشته بشكل كبير. ولا أعرف مفاوض واحد الذي يفهم البند السادس من هذه المفاوضات، على الرغم أنه معقد جدا، ولكن علينا أن نجد طريقة لتحفيز المبتكرين لإيجاد حلول قابلة من الناحية الاقتصادية، وتقديم وطرح هذه الحلول لقياس الانبعاثات وبين الدول التي تقوم بإصدار هذه الانبعاثات والحد من هذه الانبعاثات، وبالتالي يمكننا أن نراقب هذه الانبعاثات ونحد منها أيضا أثار الغازات الدفيئة وأثرها على البيئة. نعم. طيب مهندس، سيد المهندس عماد، أسألك كذلك عن المنتظر كذلك فيما يتعلق بالتحديات. قيل إنه كوب 28 في الإمارات واضح أنه كوب القرارات الصعبة والانتقال من مرحلة التفكير والنقاش إلى مرحلة التنفيذ. ماذا عن التحديات الكبرى من أجل إبطاء ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض؟ بدون شك مع دخول المؤتمر في أسبوعه الثاني يعني بدأت المفاوضات يعني على أرض الواقع، وما يبشر بالخير من نتائج هذه المفاوضات هو يعني أنه هذا المؤتمر فتح الباب واسع أمام تقديم التعهدات الغير مسبوقة، فبالتالي نتوقع نتائج أيضا غير مسبوقة وتوافق أعلى بين الدول ومصالح السياسية والاقتصادية. بدون شك المفاوضات هي يعني بالإطار العام هي مفاوضات مناخية، لكن ذات بعد اقتصادي وسياسي كبير جدا. حس المسؤولية الذي يعني أبداه كل رؤساء الوفود وخصوصا رؤساء الدول من خلال كلماتهم الافتتاحية تشير على أنه هناك يعني سيل من التنازلات راح نشهدها خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر. نعم. يعني المؤشرات تدل على أنه راح نحصل على أعلى نسبة توافق قياسا بمؤتمرات سابقة، في حين أنه نأخذ مثال مثلا المجلس الأعلى للطاقة في دبي يعني يعلن عن خفض 50% بحلول 2030، بالوقت اللي مطلوب 43%
بحلول 2050. فهذا مؤشر على أنه الجهات ذات العلاقة بدأت تتلمس المسؤولية وبدأت يعني تقدم حلول تنفيذية بدل الاستعراض النظري. فهذا من أهم يعني عناصر النجاح لهذا المؤتمر، بأنه خرج لحد الآن بحلول إجرائية تنفيذية، والأمم المتحدة بدأت توجه دعوات رسمية للترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق الخسائر والأضرار. فهذه إجراءات لم تكن تتم بهذه السرعة قياسا بدورات سابقة. فهل المؤتمر هذا يعني فينا نقول أنه سوف يضع نهجا جديدا للاقتصادات العالمية، سوف يكون لدينا منهج جديد لسياق الاقتصادات القادمة. وطبعا هالمنهج هذا هذه نقطة مهمة على مسألة المنهج المقبل. راشيل، ما رأيك في هناك من يقول أن الانتقال من النمط الاقتصادي السائد حاليا والذي أدى إلى احترار الكوكب وما نلمسه من ارتفاع درجة الحرارة والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي ازدادت وتيرتها في الفترة الماضية إلى نموذج اقتصادي مختلف صديق للبيئة يخفف من ارتفاع درجات الحرارة، هناك من يقول أنه الثمن سيكون صعبا جدا، كيف يمكن الانتقال أو رسم منهج يسهل عملية العبور إلى نموذج أو منهج ربما صديق للبيئة أكثر ومجدي اقتصاديا أكثر؟ أتفق أن هذا أمر سيكون مكلفا جدا، ولكن التكلفة يجب أن تقاس بالمنافع أو تقاس بالأضرار البديلة، وبالتالي فيجب علينا أن ندرك ذلك، إن الأضرار والكوارث نشاهدها بأعيننا وواضحة لنا جميعا، ولدينا حوالي 500 مليار دولار من الأضرار كل عام، هذا بالنسبة لكل عام، هذا مبلغ ضخم جدا، ولدينا حوالي 800 مليار دولار يجب أن نخصصه لذلك، وبالتالي نحن بحاجة أن نزيد من جهودنا حتى نتمكن من معالجة الأضرار المناخية، وعندما نقوم بنزع الكربون وإزالتهم ومن النظم الوصلات والمواد، علينا أن نفكر في تكلفة، ليست تكلفة الانتقال ولكن ما هي تكلفة عدم القيام بهذه الأمور، فستكون الكوارث والنتائج طبعا أكثر تكلفة، وبالتالي علينا أن نفكر في الوضع الحالي حاليا والتكلفة الحالية ونقارنها بما سيكون عليها في المستقبل. أشكرك شكرا جزيلا راشيل بار، أنت الباحثة في الاقتصاد المناخي، والمهندس عماد سعد خبير البيئة والتغير المناخي، كنتما معنا من دبي.